صباح الخير، قايمة اليوم على الغرفة تنظيف تعقيم، شايلة كل اللحف، شايلة كل شيء حتى المرتبة، وابدأ انظفها واعقمها. طبعا المرتبة عندي اصلا نظيفة ولا حاجة، بس بوريكم انا طريقتي فيها. طبعا المرتبة الحين اول حاجة بسويها فيها اني بقلبها، لان صار لي فترة ما قلبتها. ترى قلبة المرتبة ما تدخل قديش مرة مهمة جد، لا تهملوا ذا الشيء. المرتبة كل فترة اقلبها عشان ما تنزل ما تهبط، عرفتوا؟ هذه الحركة مرة تحافظ على المرتبة، يعني كل 6 شهور، كل 7 شهور اقلبيها. كل ما قلبتيها كل ما رجعت تتساوت، يعني المنطقة مثلا اللي تيجي تنزل فيها المرتبة ترجع تتساوت. ترى مهما كانت مرتبتك رائعة وفظيعة لازم تسوي هذه الحركة. عندي الحمد لله مرة نظيفة، يعني جابت لها قطعة كنت بوريكم اياها بس اخذوها في الغسيل. فظيع فظيع فظيع، ترى جابتها من الشاطئ وسعرها مرة حلو، ما اتذكر كم بس سعرها مرة حلو. تحطيها على السرير، هي تجي كذا قطعة قطنية ولها لستك من هنا تحافظ لك على السرير إذا مثلا خلينا نقول بنتك تنام جنبك أو ترضع مثلا بالسرير، كبة حليب كبة حاجة، نفس المرتبة ما تتوسخ. الناس اللي زيي القطعة اللي تتلبس فوق السرير ترى مرة مهمة. أنا عشان شخصيا ما أقتنع، يعني حتى ذاك اليوم يوم شفت طريقة تنظيف المراتب استغربت، يعني كلها تنحط عليها صابون وخل وبيكربونات صوديوم، مرة لا. أنا بنظري هذا مرة لا، لا أنا حافظ على المرتبة وألبسها حاجة تحافظ عليها، سواء ترى سريرك أو سرير أطفالك، لأن يعني المرتبة ما أدري أحس إذا دخلها موية وصابون خلاص عفنت. ولو بقعة صغيرة أوكي أنا مع إنها تتنظف، بس كل السرير يترش عليه موية وخل وبيكربونات مدري، مرة ما أقتنع، مستحيل. سجاد مدري إيش، أوكي سرير شيء انام عليه يدخل جوته مويه، ما ادري ما اقتنع. فالناس اللي زيي نلبس المرتبه حاجه نحافظ عليها وخلاص. وانا زي ما قلت لكم انا اصلا المراتب لها عمر عندي. المهم ببدا انظفها بالفاكيوم. ليش بالفاكيوم؟ ليش مو بالنفض؟ احس الفاكيوم تشفط حتى من جوا، النفض بس ينظف لي السطح، انا ابغى حاجه تشفط من جوا. كم حقة اللي استخدمها هذه، انا زي ما قلت لكم عن نوع ثاني، بس هذه مره حلوه، هذه من جد مره فظيعه، وفي ترى احسن منها كمان، بس انا شخصيا ماشي مع هذه. هذه تقدر تستخدمها شو للأماكن الضيقة، للكنب، فظيعة. تقدر تستخدمها حتى للمراتب طبعا، لأنك كنت بتغير القطعة لأنها فاكيوم شفط هواء، فما راح تسبب لك، ما تقولي لا أنا ما أستخدم هذا الشباك ما أستخدمها سرير، عادي. يعني أنا أكثر إنسان موسوسة، بس إنها مرة عادي مجرد ما تغير القطعة لأنه شفط هواء، فما راح يعني مو إنها هي مثلا زي المنشفة إنك كنت تستخدم المنشفة للأرض نفسها تستخدمها للسرير، لا، لأنه هذه فاكيوم، فهمتوا؟ فعادي بمجرد ما تغير القطعة خلاص كل قطعة تخليها لشيء، مثلا قطعة للمرتبة، قطعه للشباك، قطعه للسجاد مثلا، عرفتوا؟ نستخدم طريقه الضرب هذه، صح ولا لا؟ كلنا ما في بيت مستحيل ما نستخدم هذه الحركه، هذه حركه طبعا ديلي ومهمه وكلنا نسويها، بس طريقه الضرب كمان تدخل الغبره كمان جوا، لانك انت بتضرب المرتبه، فالغبره اللي جوه المرتبه بتقعد تحت، فانت ما بتنظفي الا السطح، عكس الفاكيوم. عشان كذا انا اقول لكم مره الفاكيوم مهمه عندي في تنظيف المراتب، لانها تشفط لك الغبره اللي جوا. نستخدم الفاكيوم مو بس نمشي عليها زي كذا كنسة أرضية، لا، عشان دحين أنا لحالي ما راح أتحكم، أمسكها من هنا وكمان من هنا بيدين الاثنين وأبدأ خلاص أمشي على كل المرتبة. أنت حتحسي ترى إنه كلام فاضي أو عادي، بس ترى من جد مرة يفرق. ثاني كمان مرة فظيع للأطفال، هذا واقي للمرتبة اللي يجي من تحت نايلون ويجي من فوق منشفة، أنا متأكدة كثير أمهات يعرفوه، فظيع 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 للأطفال. اللي أنا زي لولو دحين حطيت لها إياه، لأني شيلت لها الدايبر وقاعدة أحاول إن أعلمها إنها تنام بالليل بدونها، فهذا يحفظ المرتبة إنه ما يصير لها ولا شيء، يعني شايفين هذا النايلون 100% واقي، فهمتوا؟ فإذا صار إنها ما تحكمت بنفسها بالليل، أو للأطفال اللي ما يتحكموا بنفسهم بالليل، جدا رائع ومهم، لأنه هذا المنشفة تنشف مرة، يعني ما تخلي أي حاجة كذا يعني تبردهم أو شيء، في حال أنت ما انتبهتي مثلا بالليل، وهذا نفس النايلون اللي موجود هنا يمنع 100% وصول أي سائل للمرتبة. نوع ثاني يجي اللي كذا قماشته مو منشفة، قماشة عادية كأنها قماشة قطن وتحته نايلون، لا تجيبي هذا مرة فظيع، اللي يجي منشفة ونايلون مع بعض، لأنه إذا صار شيء وما تحكمت بنفسها بالليل مرة ينشف عكس القماشة الثانية. أظن حتى ما عاد صار منها، بس أنا جبتها من الأول ما عجبتني، حبيت هذه اللي منشفة، هي خشنة بالليل عليهم طبعا نايمة على منشفة فمرة مزعجة. أنا أحط لها إزار قطن خلاص فوقه على طول، يصير إزار قطن ناعم.